مالنا نحب نتكلم اللي أعطاوني الفرصة هي المديرة هذه، وأنا تو عمري 53 سنة، باش نجي ونجم نلقي كلمة نقول للنوابلية اللي أنا تربيت في وسطهم، وتربيت في جمعية اللي كما قال سعادة ثلاث اللي ردت برشا ناس رجال. نحكي على روحي أنا كموش ترعرعت في جمعية الملعب النابلي، ما نعرفش شنو هما الظروف. في نفس الوقت نشكر بابا اللي حطني في الجمعية هذية، وانتوما الكل احنا قراب لبعضنا ونعرفوا بعضنا وتعرفوني. اللي أنا أونسينيون دوديكاسيون فيزيك وسبورتيف، في وصلت في مستوى معين، ما حتى أصحابي وقراب يعني ما نتفرش في جمعيات أخرين فوتبول ولا أصل، يقولوا لي لخي ماك سبورتيف. بور موا عندي كان لو ستاد أمبليان اللي أنا تربيت فيه ملي صغير، وتعديت على العديد من الأجيال. ولهذا على ذاك حبيت نشكر المسؤولين هذا، ونشكر سيد الرئيس الجمعية. ما نكذبش عليكم، كنت من المساندين الأولانيين اللي هو وقت اللي مش ياخذ الجمعية. أنا كنت البرا نداوي، كلموني قلت لهم ولاد جون سي بيان عيش بيه نعاونوه، ومعاه التو اللي طار كله نسمي باش ما ننساش عباد سي مهدي قلال، أنيس الغول، ولاد سي وليد مواري، سي نبيل، باش ما ننساش الباقي كل دي جون اللي يحبوا يخدموا الملعب النابلي واللي يلزمها تو تخدم. نتصور انا تو الملعب النابلي باسكيت، نحكي باسكيت وقت اللي هي ملعب النابلي فيها العديد من لي سيكسيون. انا كنت نلعب حتى فما جوارات هذوما في عمري، محمد علي سي رياض الشلي رئيس علينا، نلعبوا دومي فينال ونمشي نتفرجوا في الرجبي. ولهذا يعني عندنا طاقة كبيرة برشا في جهتنا، حاجة بركة نتلموا من نواحي كل، من المدربين المتساكنين نابل، راهو نجموا نخرجوا برشا حاجات باش مش راهو وضعية الملعب النابلي في الحالة توا هذية. كانت الباسكيت سيفري اللي تلم، أنا وقت اللي خرجت نلعب في تيران شلي، وسي بشير مارش الله يرحمه يحللنا، وبعد ولينا في سالكوفيرت البلاج، وبعد فيو الريزلتا اللي فما ولات السلطه خمت باش عملت تيران كبير. نفس الشيء بالنسبه للسيكسيون فوتبول، نذكروا زادا كنا نمشي ونتفرجوا في السيكسيون فوتبول خاطر عملت ريزلتا. يعني كان السيكسيون فوتبول ما تعملش ريزولتا، وسيكسيون ريغبي ما تعملش ريزولتا، وسيكسيون هاندبول ما تعملش ريزولتا، سي نورمال لو ستاد نابليان ولا المتساكنين مش يحطوا على السيكسيون اللي عندها هي اكثر. مي هذوما الكل يجموا، سيكسيون فوتبول تنجم تلعب وقت حجي الله يرحمه، نمشيو نتفرجوا وتيرا معبي. الريغبي خرجنا قداش من جوار ريكيب ناسيونال، والتوا تشتاتي فما مره ريكيب ناسيونال بحشمه زادوا معاكم واحد مش هكيك يا خلفله 14 من نابل. بذي حكيتو باش ما نحبش فما حديث يقولوا نحاول لك عطاو الباسكيت ولا عطاو سي با فري، راهو من احنا، راهو كان عطاو لك ولا لك راهو من احنا من السيكسيون هي، لو كان توصل ريزلتات يتبعوه. لو صدام بيان باسكيت ما فماش ريزلتات او ما فماش جمهوري. يا سيدي او ما فماش جمهوري، اللي كانت البلاد تقف على بارتي. هذه اونتر بارونتيز. بالنسبه لي انا نشكر الملعب النابلي برشا، ومن واجبي باش نعاونها للماكسيموم، وتستحق توا الاعانه باش نقفوا معاهم الكل. وعلى ذاك انا من عام 97 ما ظهرتش بكل، او كان ترى عمري شي حتى لا انترفيو، لا في جريده، لا في تلفزه، لا في الجزيره، لا في غيره. بعد كومبليتوم مي لو ستاد نابليان توا يلزمنا نقفوا عليها كل واحد من ناحيته، من بلديه الاخر كما قال يعطي اللي يعطي، كل واحد شنو. في نفس الوقت بربي تذكروا الناس اللي خدمت الملعب النابلي قبل، فما برشا خدموا الملعب النابلي، برشا سي خالد الزين الله يرحمه، سي حسن بالسيكسيون نحكي، سي حسن بالحسن، سي محمد عبد الخالق، فما العديد يهزوا بكراهبهم يهزوا بامورهم. يعني سي مروان انا تو اللي فرحان بيه، اللي جون هذوما عندي انا دي جون
سي محمد فقيد كل تعدين عليهم، سي رياض الشلي شد الرئيس علينا، سي عز الدين شلبي، سي صاحبي سلام، سي العديد باش ما ننساش، فهمت العديد جاوا عاونوا برشا عباد، سي صاحبي حديدان انا اللي جا زاد هو مسؤول معايا وخرج برشا، وكانت حتى تحبوا ليكيب اللي وقت اللي مشات بعدنا احنا 97 باش وقفت على ساقيه من لي سون دو بروموسيون، ومنهم مسؤولين اللي وقفوا عليهم صاحبي حديدان، وخرج هذوما خرجوا مش هو يعني وحده الكل، خرجوا حمودي وخرجوا امين رزيق وخرجوا يعني ليكيب هذيك الكل وكنيوه وغيره، فهمت سي سلاح عيات يعني ما ننكروش. انا توا مثلا اول فرصه الملعب النابلي عطاتني باش نجي نتكلم، خممت جات بريود قعدت نخمم وحكيت مع سي مروان والعديد من الاولاد اللي معاه باش يعني ومن واجبي باش جيت وباش حكيت وخذوا بخاطري، وفرصه ليا باش نشكركم ونشكر متساكنين نابل وجمهور نابل والملعب النابلي اللي وصلتنا في الوضعيه اللي احنا فيها توا، حتى انا كراجل بالباهي ولا بالخير. وشكرا.